رجعنا لكم مكملين معكم طبعا الجزء الثالث والاخير من حلقتنا لليوم واللي نبداو ونشوفوا الفيتير هذيا الخاص بنزار النايفر وتي ديسكاونت مسيو سوليسيون ايش يعمل في تي ديسكاونت. عيادي وسنين دايما في تي ديسكاونت. احنا نقول لكم من توا ان شاء الله عيدكم مبروك. كتحب تعملوا افار وتعملوا برشا جو وتفرحوا الصغيرات، ما عليكم كان تجيو لتي ديسكاونت في الشرقيه. فما ديما نقول لكم فما 10000 ارتيكل، مليون فما اكثر من 10000 ارتيكل، فما برشا 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 جوي الحقيقه يشهيو صغار وكبار يجيو لهنا تي ديسكاونت ونفهموا الحكايه مع عديله. ونرجع لهنا الى الطفوله مع عديله في تي ديسكاونت. مرحبا بك عديله. حسنا عيدك مبروك. عيدك مبروك. الو عديله، رجعنا للطفوله لهنا ومحلاه جو، محلاه جو العيد ومحلاه لي جوي. الحقيقه رجعت برشا عوام تاني، نحب نقول قداش من عام، رجعت برشا عوام تاني. شنو الجو لهنا وشنو حكيت الجوي الموجودين هنا في تي ديسكاونت؟ كيما قاعد تشوف ديجا عندنا لارج شوا في لي جوي، ونحب نقول زاد اللي هو سيرتيفي، دونك هكاك ما نخافوش على صغارنا والكل. دونك عندنا بليزيوغ شوا، عندنا لي جو دو سوسيتي، سوسيتي ايديوكاتيف، بوزل، لي بوبي كيما راهو هكا، لي بوبي ديجا هذي باش نزرع روح بها، البسيكل هذي نحب نروح بها بوبي، البسيكل هذي عجبتني برشا، لي بسيكل زاد كيف كيف، عندنا لي تروتينيت، عندنا ما شاء الله لارج شوا، معناتها ديجا الكل موجود على السيت. معناتها اللي يحب يفرح صغيراته عيد السنة يجي لتي ديسكاونت في الشرقية ولا سيغ انترنت تي ديسكاونت بوانت ان باش يلقى الشوا فيه الكل، على خاطر تي ديسكاونت ميزيش اللي هو احسن سوق في تونس تي ديسكاونت مريقل. دونك تي ديسكاونت اكبر شو روم اللي موجوده في تونس، موجود في الشرقيه، تلقاو فيه دي برودوي بريميوم بالحق عالميين واوروبيين وجوده عاليه ورابور كاليتي بري ديما نقولوها من احسن ما تختار. وتوا اخيرا اخيرا خالد هويسه تنجم تزيد حكايه اخرى تزيد بلوك اخر. هلا قاعدين ما فما حتى بوش توجد في الريحه البنينه، والريحه بنينه وشيخين والاصدقاء عاملين حتى وين تتكى ولا حاجه، وعندنا وين تتكى وين تتكى وين احلى جو. قول لك باهي يبتا يا خالد، سبقنا مرحبا، المليح يبتا، المليح يبتا. اخي احنا كيفاش نخليو المشاهدين يتبعونا للاخر؟ راهم يتبعونا على خاطرك راهم عاد يسر عاد انتم اللي كان انتم البرنامج بتاعكم ناجح ومحلاه والحمد لله، ناجح بالحق، ناجح بكم بالضيوف وناجح بالكرونيكور، ناجح بالفقرات، برشا تنوع برشا حاجه حلوه والحمد لله. ايكيب تكنيك تخدم في خدمه كبيره، برافو. تحيه للمخرج القايم على تحيه للمونجين زاد كيف كيف، احنا حلينا باب حليناه، خلينا نشكروا الناس الكل من فريق الاعداد التقني للمونجين. احنا في التصويره ما فما ناس وراء الكواليس، وراء طبعا الكواليس وراء الكاميرا باش يخرجوا الضوء المزيان، باش يخرجوا القاعده الحلوه اللي هما تعبين 1000 مره اكثر منهم. تحيه لهم وربي يعينهم. تحيه لناس كل جنود الخفاء الكل. بي خالد هويسه نحكيو على عمل رمضاني متميز تعدى على قناه التاسعه اللي هو 13 غاريبالدي، كان تعدى خارج الاطار او السباق الرمضاني ثلاثه حلقات، ثلاثه حلقات صار كما نقولوا مراجعه فيسه فيسه ورجع وكملت وصورته باش تعدى في شهر سيدي رمضان داخل السباق الرمضاني. نحكيو على الدور المميز لخالد هويسه في العمل هذا 13 غاريبالدي. طبعا هو لا سيري في حد ذاتها كانت فكره حلوه ياسر، علاش؟ خاطر الخارجه تعملت على اساس انها باش تعدى خارج ربيع رمضان. معناها احنا ديما نقولوا للتلفزه الوطنيه اللي هي القناه الام كما نقولوا، طبعا القناه اللي نجموا نطلبوا منها وندلوا عليها واللي يلزمها تشجع حاجات كيما هكا دي برودوي يونيك في تونس، خاطر لو كونسيبت جديد وكونسيبت يتخدم لبرا من رمضان. اكزاكتومون. دونك التلفزه ديما احنا نطلبوا منها انها تكون هي اللوكوموتيف، هي الفيسا. قناه التاسعه سنه
essentiellement la société de prod Vertigo اللي هي انطلقت في بإدارة طبعا أميرة درويش وفاطمة ناصر أميرة فاطمة ناصر وبعض الأسماء الأخرى انطلقت في لا برودكسيون تاع عمل تلفزي خارج شهر رمضان اللي هي ديجا مجازفة هي اللي هي معناها فكرة مزيانة برشا وفمك العركه افيك لي زانونسور لانه لا كانيوت الكبيره نتاع البيدجي نتاع سبونسوري كل يتحط في شهر رمضان طبعا فتخرج خارج السرب وكل شيء نعتبرها مجازفه ما حلوه برشا دونك لو بروجي اللي هو تحيه للناس اللي قامت عليه سميناهم وكذلك المخرج نتاعو امين شبوب امين شبوب اللي هو مخرج انا نحبه برشا وعنده عمل شوات القايله وعنده جنون القايله عمل وعنده اون اكريتور سبيسيال معناها وعنده فيزيون جديده يعطيك صحة عنده في الخدمه نتاعو انا شهادتي ياسر مجروحه في امين شبوب عنده نظره اخرى عنده فيزيون جديده معناها تشبه نتاعو دونك افيك امين الخدمه الحق كانت متميزه في 13 شارع غاريبالدي واللمة كذلك نتاع الممثلين تري بو كاستينغ صار تري بو كاستينغ وهي الفكره ما نعرفش كان تتذكروا انتم قبل ابحث معنا طبعا نتاع سي عبد المجيد الاكبر الله يرحمه مي ابديت نتاع توا نتاع 2022 نتاع حتى الجريمه تطورت الخرافات تطورت الحكايه تطورت طريقه الديتكتيف تطور زاده نتاع الكتيبه نتاع وفما حاجه حلوه برشا اللي فما مشاركه للناس يعني يعملوا كما نقولوا احنا يطلعوا شكون فوالا يطلعوا شكون اللي يقتل شكون القاتل يعطيو دي بروبوزيسيون نتاع مسابقه فيها وفيها فلوس وفيها برشا حاجات حلوه دونك سيتي بريفو خارج رمضان ثم لي زانونسور تعادت ثلاث حلقات وبعد ممكن تدخل انتم انتظاراتكم كادر وقفت في الصيف وقفت مع الكوفيد المشاكل اللي صارت الكل ورجعتوا خدمتوا ورجعوا بعد خالد باش نسالك سؤال ريت العمل هذا عمل فريمون متكامل كي نقولوا عمل متكامل يجيني ديما في مخي 13 غاريبالدي شارع غاريبالدي علاش؟ على خاطر كما كنا نقولوا او نيفو ايماج او نيفو رياليزاسيون او نيفو اكريتور اللي مش ساهل تعمل حلقات سيباغي كل حلقه واللاكس نتاعها كل حلقه اخرى واحنا في ازمه سيناريو صحيح. ويكون عمل مليان الكاستينج نتاعو كبير الناس القائمين عليه وديما فما ضيوف في كل حلقه الكاستينج من اكبر الكاستينج برشا ناس تجي ممثلين كبار ممثلين صغار هواة ممثلين جايين من المسرح حل برشا فما تنوع حل برشا بيبان على وجوه غير معروفه ف سي بيان سي اكسيلون وقت اللي تعداو ثلاثة حلقات هاو جايتك السؤال ثلاثة حلقات لبرا من رمضان فريمون عمل لو سوكسي صحيح من بعد اختفى فيو الكوفيد اثرت برشا على انتاجيا وهذا مفهوم لشركة الانتاج ما تجمش تخسر كي رجع في رمضان انا نحسه تظلم انا معاك خاطر ما نجمش نقول ما نجحش لا انا معاك هو ناجح بالمقاييس الكل اي فادي انا معاك لكن تظلم انا كان معناها كان سال وراي علاش تظلم هاو سؤال تظلم لي نفسه الو تظلم يظهر لي على لانه ما صارتش عليه اون كوميونيكاسيون كبيره تو دابور خاطر ممكن نخلق اللي بثوا قبل رمضان اللي بثوا في وسط رمضان خاطر لا كوم الي امبورتون خاطر لا ديسيزيون تخذيتها لا ديغنيغ مينوت لا ديسيزيون يعطيك الصحه تخذيت في اخر وقت انه اون مي سو بروجي في وسط رمضان النقطه الثانيه ربما اللي تحط في وسط اعمال اخرى موجودين في قنوات اخرى في وقت البث معناها في وقت البث فما اعمال سبقوك بعام وعامين والناس تستنى فيهم كيما في الحوار والا كيما الحلقه ما ننساوش انه زاد خالد ممكن الموضوع العام نتاع او كيما نقولوا احنا لو ستيل نتاع المسلسل او السلسله ماهيش نتاع رمضان معاك 100% السلسله ما ترقتش للبوز والمواضيع هابطه نوعا ما باش تاخذ امبلور مش حتى على حكايه البوز ريت ليدي اللي حكينا عليها احنا قبيله انك تشارك الناس الناس تمشي معاك وقتاش في العاب لا تمشي معاك وقت تبدا كونسونتري بور سو بروجي معناها مرتاحه ذهنيا ماهيش في خوذة رمضان البريك والماكله والقهوه والشربه والدنيا وكل شيء ومسلسلات وتشتت ما بين المسلسلات وتشتت بين الاعمال المصريه والسوريه والتونسيه وش هذايا في المسلسل هذا ولا في الاخر برشا معناها برشا عندك معناها زاد درامي وفني حتى مش في تونس خارج تونس خاطر في تونس ما عندناش حاجه كبيره خارج تونس كبير فلو فات انك تخلي الناس تدخل في منطق انه يخمم
يعني انت هنا نجم تقول المنتجي في وسط العمل نتاعك يظهر لي رمضان رزينا عليه. بس انت خالد المنتجي لو كنت جيت انت منتج او تو في بارتي من شركه الانتاج انا ما نحطوش في سباق رمضان مستحيل. انا لاني كي ننطلق اذا كان جيت معناها ولا سالوني ولا خذا وراي كان بديت على اساس انه عمل خارج سباق رمضان ما نحطوش في رمضان. لكن ما تشوفش نعرف تحديات الفلوس ونعرف الصعوبة الأعمال ما هو سهل راهو ولكن هاني قلت لك البروبليم دو كوم رمضان صعيب على الناس الكل ربما حبوا يدخلوا الناس الكل تحب تجري في رمضان تجي الأولى زيد ظلمته حاجة أخرى الإعادة نتاعو ما نعرفش أنا علاش شركة الإنتاج وكان يمكن الناس القايمين عليها مش أنت أكيد أنه ما صارتش إعادة وما تلقاها على حتى بلاتفورم حتى بلاتفورم يعني انك حتى باش تعاود تقول انا ما خلطتش توا نرجع نتفرج هو فيه يعني شركتي مش موجود على حتى بلاتفورم يظهر لي انا زاد هذه ضرته شويه سي ان بروبليم دو كومونيكاسيون علاش ما فماش اعادات عليه ما هو سور اون بلاتفورم اوتر من بعد معناها اوكي تحب نعديوها اون برايم تايم في التلفزه من بعد نلقاه سور اون بلاتفورم بيان ديتيرميني ندخل نخلص يوتيوب ولا غيره زاد تنجم تلقى اليات اخرى انتاجيه تدخل بها الفلوس حسيلو معناها سيت ان تو انا ما نجمش ندخل في الجانب الانتاجي. الحاجه اللي حبيت نقولها انه العمل تقنيا بصراحه خاطر شفت منه ونعرف وخدمه مدير تصوير قبل عرفه من احسن المديرين التصوير من احسن معنا في تونس معناها في السينما امين ما نحكيوش عليه كذلك سي لاسعد بن عبد الله برشا برشا اسامي لا تبارك الله يعني الكاستينج كانت حاجه محترمه جدا معناها فما تقريبا هذا البرنامج موجود لك اللي صار هنا موجود ولا اللي صار راهو جاري بلدي ماهوش مشروع خاسر بالعكس جم لكن كان يتوقع له نجاح اكثر برشا كان نجم يعمل حس اكثر من هكا. احنا حبينا انه يكون يعمل حس وانا كان سالتني راني نقول لك ريت رمضان يتعدى ويتحط جاري بلدي بعد رمضان. اجا نعملوا نقد صغير هكا فيسع فيسع على شوية أعمال رمضانية تبثت في برشا قنوات أخرى. نحكيو على البلاس زاد كيف في قناة التاسعة نحكيو على براءة خدمة على حلوة بلاس وزياد ليتايم تحية ليه لأنه خدمة شباب من بعد الحجام عمل البلاس كيف تفرج تحسوا زياد ليتايم هو عنده ستيل عنده سون ستيل بروب خلوي ومن المخرجين اللي ما نحبش نقول شبان أنا خاطر كلمة شبان يبدا عمره 60 سنة وباقي شاب شاب كرياتيف ما نحبش الكلمة نتاع شبان متجدد عنده متجدد شوف فما اون جينيراسيون دو جون طالعين معناها اللي فاتوا 30 وال 40 ans عندهم اون اوتر فيزيون للصورة الدرامية توا ما نحبش نقول جايين من السينما ولكن جايين برؤيه اخرى. اي عندهم الكوتي ارتستيك تري بيان ديفلوبي. نتاع لي بلاتفورم اللي موجودين في العالم. عجبك البلاس. نتاع وي. نمشيو البراءة. وحتى اللمه وال انا باش نسالك قبل ما نسميهم فاش تفرجت انت كي تكمل شقام فترك ولا وانت قاعد على طاولتك شنو الاولاني اللي كي تغزر للتلفزه تقول تو باش نتفرج في هذا؟ صراحه. الفندق. نتفرج يعني كان اختيارك في السنه للفندق لاني مانيش وحدي انا ما مع العائله فوالا دونك فما الفندق اثنين لانه خاطر سي دوزيام سيزون فجماعه الكل بريسك تفرج على الاقل في المنزل تفرج في الفندق. شنو رايك فيه كممثل توا؟ اما انا نعمل من بعد نشوف نحاول اني نشوف حتى اذا كان ما نخلطش عليهم نشوف ال 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 دي برودكسيون لا حتى من بعد على لي بي تي في وكل شيء نحاول دونك شنو رايك في الفندق؟ تخدم الفندق سور لو بلان تكنيك ساوس انا لي فيديل ا سا ريبوتاسيون معناها من عملية تبارك الله ظاهره اللي جايه متمكنه من صنعه الاخراج وعندها باع وذراع نعرف اللي معناها في كوتي الاخراج ما شفتش فيه هنيت تري ريسبكتي معناها العمل محترم اما تكون مخرج وتكتب ولكن في نفس ولكن الوقت وين يظهر لي زربو في الكتيبه فوالا زربو لانه ما كانش باش يتعمل هذا اللي سمعته حتى من بعض هو ديجا بدا براءة يتصور قبل ما سمعت اللي قبل ما يتصور الفندق صحيح لا اللي شاركوا فيه قالوا سيتي با بريفو سمعت ممثله البارح تحكي في الحكايه هذه قالت على ديرنيير مينوت معناها الكتيبه في ساعه تعملت وكل شيء دونك تقييمك للعمل هذا كمشاهد وكإنسان يعني والدومين زاد هاني قلت لك معناها في الكتيبه ربما كان تنجم تكون متسربة. احسن من هكا اذا كان خذيت وقت خذيت سوفيزامون دو تحب تكون فيه تمثل فيه تخدم فيه ايش اقول لك انا السؤال هذا يساله لي ديما انت وين ترى روحك
انا نجم نرى روحي في كل الاعمال. اما المخرج لا اكيد ما تنجمش تشوف روحك في عمل مش ناجح خالص. لا نعرف لا مش حكايه ناجح ولا مش يعني ناجح معناها الممثل تقول نجم نكون فيه انا معناها ما قبل العكس. انا نحب سوسن وسوسن نعرفها انا شاركت معاها قبل في وهي برومي اسيستانت مع سامي في مكتوب ثلاثة دونك جو كوني سون ترافاي وعندها اون بيل سونسيبيليتي ما يقلقنيش بالعكس معناها نجم نكون موجود ما فماش اشكال يعني بعد ولكن من بعد سي دي شوا بعد الفوند نرجعوا للبلاص ما يسالش قل خاطر حكينا عليه بدينا به هو يظهر لي البلاص شنو رايك فيه عجبك ما عجبكش حلو معناها جلوبالمون ليدي شبابه هاني قلت لك معناها خدمه مزيانه محلاها سيف عمران عجبني سي ان يومور ان بو ديكالي معناها ديفيرون من اليومور اللي نشوفوا فيه كل عام معناها سي لا سيتياسيون اللي تضحك مش ان بيرسوناج اللي هو il fait معناها دي خاطر راهو احنا في بعض الاحيان يعني انا اللي انا جو نادير با الكوميديين يا فما لكنه معينه يحكي فيها يا بوجهه يعبر انا جو نادير با ترو على معناها بصراحه جيم بيان لومور ديكالي لومور نوار سي لا سيتياسيون اللي تضحكك الرسائل المشفره فوالا الرسائل المشفره ومحليه سيف معناها في جهاد شيرني ابدع كذلك جهاد زاد محليه لا الميسه ميسه ميسه تهب اميره الدرويش اللي اكتشفناها اميره محليه توتالمون ديفيرون على اميره الدرويش يعني عجبتني اميره ما تنجم حتى وحده تعملوا ظهر لي في الدرويش لا الشيخه اميره محليها ولا كاسي وبرافو ليها معناها كسرت مع القوالب اللي نعرفوها فيها انا خدمنا مع بعضنا ولا سي هربت سي بو موتيها معناها على كل معناها البلاس عمل متميز عمل باهي معناها شدد روحه معناها مقاومته كل موجوده ماهوش اون كونكورونس خاطر ما فماش سنين لا ماهوش اون كونكورونس مختلف راهو حتى كيما ما نبداوش اون كونكورونس مش مشكل باقتذاب احنا يا بوكو دو بلا خالد باقتذاب رايك في كينيا ما كانش وفي الحرقه خلينا كينيا ما كانش والله ما ريتش منه برشا شويه رايك في الجوغ سي ان جوغ سبيسيال معناها سون بلوس هبله من هبلات عبد الحميد بوشناق سي سون ستيل سي حلمته سي خرافته يعجبك انت او طونك خال تحطه وتركز وتتفرج فيه تتبعه بصراحه ما تفرجتش برشا شفت شويه لقطات مي بون اي سو روتروف هما الكل معناها ما نحبش انا نكون ما نحبش نعطي رايي خاص بيا انا معناها ما مشيتلوش ما تفرجتش فيه برشا ولكن ربي يعينهم وناجحين مولاي خالد بالحرقه اكو بعتك على براءة خاطر محلي براءة لا براءة شفته زاد معناها انا ماني ما عنديش مشكل مع طرح قلقك طرح شويه انت قلقك شويه طريقه الطرح لا ما عنديش مشكل في المواضيع موضوع معناها نجمو نحكيو في العرف في الزواج العرفي نجمو نحكيو في اي موضوع المخرج لكن طريقه الخيتور ما عجبتكش رؤيه مخرج وسيناريست من بعد ربما في في كيفاش لي زاكس معناها شادين مع بعضهم نجموا نحكيوا انت حسيت لي زاكس ماهمش شادين احنا في تونس انا ان بروبليم دو سيناريو عندنا اكبر ازمه سيناريو ازمه هي الكيفاش ليه ما عنديش احنا توا المخرج ولا يحب هو يكتب وما يخليش الفرصه للناس الاخرين وتلقى المخرج منتج ومخرج وسيناريست ويعمل فيهم الكل دونك سي تو في نورمال ما اشترى لي جون سيناريست خالص لهنا لي زاكس انت حكيت على حاجه مهمه ياسر كي نحكيو صناعه دراميه نحكيو على دي زاكس يكونوا مدروسين فما خياطه وطريزه بيناتهم في براءه شنو اللي غاب؟ لا هاني قلت لك الربطه الطريزه معناها انا تفرجت فيه براءه فما ممثلين اصحابي وزملائي ومحلاهم وخدموا خدمه يعطيهم الصحه من عمل العمالقه يعني موجودين فيه سناء اي فتحي ريم محلاهم كوثر فتحي المسلماني نجله معناها محلاهم لما شبابه فوالا دونك اللي شاركوا كلهم شادين بقايحهم وباهين بدرجه متفاوته بالطبيعه كانوا ينجموا ولكن ديما اللي يتحكم فيك سي توجور ليكريتور سي لو سيناريو كانوا ينجموا يكونوا خير اذا كان جا السيناريو متمكن احنا اكثر من اللي زاكس اي فنان واي ممثل ما ينجمش راهو مهما تكون قيمته وكبيره ومهما يكون اسمه اذا كان ما عندوش الورق ما عندوش لو سيناريو ما عندوش لو فري ديالوج ما عندوش الكلمه ما عندوش الجمله ما عندوش التريزه غادي ما تنجمش تخرج منه حتى شيء علاش نحكيو على حرقه مثلا اللي يقولوا علاش تعطيها على 10 لا ما نعطيش على 10 لا فاش قام والله انا نقول لك حاجه احنا في المطلق اما ما نحبش ندخل في لا تقييمات لا حتى شيء الا الراي معناها كمواطن هاني شفت وكل شيء
على مثلا حرقه، حرقه تحس اللي سيمتريولوجي من مايسترو الحرقه 1 الحرقه 2 نفس السيناريست اللي هو عماد عبد الحكيم نفس ليكيب في كل شيء، نفس ليكيب حتى الممثلين بريسك نفسهم بدرجات متفاوته يتبدلوا، مع انه اكتشف برشا وجوه، حط برشا وجوه قدم بروجيكتور لسعد الوسليتي ونحييه على بالحق المجازفه هذه اللي عملها. لا مش مجازفه، تحيه ليه، وعطاهم فرصتهم. علاش لا، علاش لا، معناها يعطيهم فرصتهم. ولكن نرجع لك، ما تنجمش تحكي على عمل ناجح ما غير ما يكون لو سيناريست كي ديغيغ سا اللي كاتب، معناها راهو لو ديالوغ والخدمه هذيك نتاع الكتابه مهمه ومهمه جدا باش العمل يكون ناجح. من بعد عندك ممثلين اللي هما يترجموا الى انتربريت الوراق الصوره. نحكيو على فيلم شرف، الفيلم العربي اللي هو فيه بطوله مشتركه لبرشا وجوه عربيه، نجوم عربيه منهم خالد هويسه اللي هو من اخراج سمير نصر. سمير نصر، تحيه للاستاذ سمير نصر، هو مخرج مصري الماني مصري. الحق كانت تجربه متميزه برشا، انا مثلت فيها بالمصري باللغه المصريه. ايوه ايوه، اول مره باللهجه، اول مره صعيب عليك؟ رغم اللي والله بون احنا استنسنا نتفرجوا في تلفزنا وصغرنا قريبه لوذنينا، قريبه لوذنينا، وفما مصحح لغات غادي معناها خدمنا على الجانب هذا. التصوير كان كله في مصر، كان لا اون بارتي في تونس وان بارتي البر. فلما شبابه باهيه عربيه، عربيه فيها توانسه، فيها فلسطينيين، فيها سوريين. كيفاش تم اقتراحك؟ والله تم اقتراحي، تم اقتراحي من طرف منتج مصري للمخرج سمير نصر، هو ما يعرفنيش الحق، وكي جاي لتونس اتصل بيا قال لي انا راهو بعثني فلان الفلاني ونحب نقابلك ونحب نحكي معاك. الموضوع يحكي على اداب السجون، هو ماخوذ من روايه صنعلة ابراهيم، واحد من الكتاب المعروفين في مصر، اسمه شرف، حتى الروايه اسمها شرف، وكان الحق عمل باهي برشا، خرج اون افون بروميير مونديال في ريد سي اللي هو في مهرجان البحر الاحمر، البحر الاحمر في السعوديه في جده، ومش يجي لتونس ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله، وعنده دوره كبيره في العالم ان شاء الله، حظ موفق. عندنا المونودغام، فوالا اي نخدم عندنا المونودغام يلزمنا نحكيو عليه. دونك شنو حكايه المونودغام؟ وي وي وي، الور سو انا عندي لو غران روتور او تياتر، اكثر من 10 سنين ما عملتش مسرح، وعندي عوده للمسرح ان شاء الله، خاطر قاعدين توا في طنبك الكتابه والبرايف. الور نعطيك جوست باش نقول لك المونودراما هذايا، النص والفكره، معناها الفكره الاصليه هو للاعلامي والصحفي الكبير ناجي الزعيري. تحيه كبيره ليه، تحيه ليه سي ناجي، دونك اللي اقترح علينا هالعمل المهم، نعتبره مهم ياسر، وتوا ان شاء الله تخرجوا وتشوفوا. اعطينا شويه من السينوبسيس. استناني خلينا نكمل لك الاخراج لسي عبد القادر بن سعيد اللي هو استاذ مسرح معروف وميتير اون سين دو غروند كاليتي وصديق، والخدمه معاه ممتعه ياسر. وفي نفس الوقت احنا انا شاركت كذلك مع عبد القادر ومع ناجي في الكتابه وفي الدراماتورجيا والاخراج والسينوغرافيا لسي عبد القادر بن سعيد، ومش نكون انا على انا الممثل معناها انا اللي باش نكون فوالا. فالمونودرام مش يحكي اسونسيالمون على الصحافه وهالسلطه الرابعه ما قبل الثوره، ما قبل الثوره مش نحاولوا ان نفهموا كيفاش كان لو سيستيم في وسط الصحافه يصير اترافير صحفي هذا، وخير شاهد على ذلك سي وطبعا خير شاهد اللي هي طبعاً الفكره الاصليه نتاعو وسي ناجي الزعيري اللي هو يعني عايش في وسط، اللي هو هو عايش في وسط، هو شاهد عين، شاهد على العصر، فما ينجمش حد يظهر لي يكون متمرس وعارف دواليب الصحافه والسلطه الرابعه والصحفيين والفتره هذيك كيفاش كانت معاناتهم مشاكلهم مندسيهم يعني اتون تفرجوا. ولكن انا ناكد لك باش يكون عمل ممتاز، لانه مش يحكي على اشياء تمس وباش تعمل بوليميك. وقتها نجمو نتمتعو بيه ونشوفو برشا حس، برشا حس وقتها نجمو نتمتعو بيه، وانا نحب لي تخيك اونجاجي. انا علاش يعني كي وقع الاقتراح اني نكون معاهم في العمل قبلت، خاصه اني كما قلت ناجي معناها سي كالكان دو انسان راسين وعندك ما تسمع منه
ومتميز ويعرف ستيلو مزيان برشا وعنده ستيل طبعا متميز القلم نتاعو هايل ويعرف دواليب الصحافة والصحفيين والسلطة الرابعة والفترة هذيك فاحنا ان شاء الله نكونوا في عندك مستوى عندك ديدات تحتهم احنا ما نحبش نقول بدينا الاسبوع هذا نحدوا في ولكن اكد لك اللي في القريب معناها دون ماكسيموم شهر شهر وشويه إن شاء الله. يكون العمل حاضر حاضر ان شاء الله موفق ان شاء الله خالد ان شاء الله يا ربي من نجاح الى اخر انت فنان متميز ممثل متميز وستظل متميز على خاطرك دقيق في اختيار اعمالك ما تقبلش اي دور الا وتعرف روحك انك باش تكون متمكن وباش تقدم الاضافه وقدم احسن ما عندك يعطيك صحة على حضورك معنا وان شاء الله كدار دارك عاد انت ما ماش احنا يعيشك يا خالد احنا خلينا نمشي نعملوا طلب احد الشيف تحية عندك كل نتاع الجوفر انا هنا عندي الجوفريير سيلوبس حطيتها سخنتها عندي بريباراسيون بالطبيعه حضرتها نتاع سمارت شيف الكيك اللي بالفريز انا اليوم وعندي معجون فريز نتاع سيكام هو باش يكون اكومبانيمون لهال الغوفر هو في العاده ما نعملوش غوفر بالبريباراسيون سمارت شيف لكن انا جربتها وعجبتني برشا هذاك علاش وليت خذيت البريباراسيون كيك سمارت شيف نجمو تاخذوا اورانج ولا فاني ولا انواع الشوكولا تجي بنينه ياسر جربتها انا بالشوكولا جات بنينه ياسر جات غوفر شوكولا نخلي لاباري نتاعي تسخن ومن بعد نجي ناخذ شويه بانسو صغيره بالزيت ندهنها دوبلاش خاطر معناها البريباراسيون ماهيش نتاع غوفر في العاده ما ندهنوهاش البريباراسيون وحدها هي تتزيت روحها مي كوم هي بريباراسيون غاتو يلزمها شويه زيت ومن بعد ناخذوا هنايا لا بريباراسيون تاعنا ونهبطوا في وسط الغوفريي نحطوا دو لوش صغيرين كما تشوفوا فيهم هكايا ونسكروا عليهم الغوفريي فرد بقعه نحطوا دو لوش باش تعبها بالقدا ومن بعد نسكروا عليها ونستناوها منحلوها نقول لكم كيفاش حل السيستم تاع حلينها خاطر يلزمها كوميم وقت باش تيب ديما غوفر معروفين هما سي اون غوسيت بلج نورمالمون ليج هي اللي عندها لي غوفر نسكروا عليها نخليوها وقت لي احنا دوبلاش نهزوا هكا ولا باغي تطلع معانا نعرفوها اللي هي طابت وتولي غوفر كيما تشوفوا فيها هذيا مي طونك الماكينه ما تحلش فاسيلمون نخليوها تطيب الماء معناها الحليب اللي حطيته يسيفابور انا بدلت شويه في البريباراسيون تاعي هما في الغوسيت يقول لك كعبتين عظم 100 غرام زبده و100 ميلي حليب انا حطيت 100 ملي حليب حطيت كعبتين عظم لكن الزبده عوضتها بالزيت انا نحب الزيت في لي بريباراسيون هذوما تجي بطريقه تري سوبل وهشوشه ما تخليهاش فاسون كيك تخليها فاسون غوفر بنينه هذوما تعملوا بها كو سوسوا الديسير تاع رمضان والا لي غوتي نتاع صغاركم كيما قلت لكم انا بوغ اكومبانيي سا حطيت لها معجون سيكام فريز انتم تنجموا تنوعوا في معجون السيكام فما المشماش الكرموس فما كرموس الجبه بنين ياسر فما السفرجل معناها فريمون انواع متميزه عند سيكام سورتو اللي هو سنا الو ميور برودوي دو لاني نكمل هذوما بعد نرجع نشوفوا طاولتنا كيفاش حضرت يعطيك صحه شيف تحيا ميرسي بوكو احنا خلينا نمشي ونشوفوا فقره الجميل الطبيعي مع بيموك الطبيعي ومدام منير زايد دونك كالعادة وصلنا مع مدام منيا غزيل فقرة الجميل الطبيعي وبرعاية كالعادة بموج الطبيعي نهارك نور وسرور يا منيا شحويلك الحمد لله وانتم زيدا ان شاء الله انتم زيدا ان شاء الله نهاركم مبروك وعيدكم عايشك. مبروك وكل شيء مبروك سنين دايما للمشاهدين والمشاهدات الكل عايشك يا منيا خلينا نذكروا ساعه اول حاجه بلي دو بوين فونت نتاع بيموغ الطبيعي لدو شوروم عندنا لو بوين الاولانيه هي لا ميزون مير دو بيموغ الطبيعي اللي هي موجوده في المنزه 5 نهج الخلفاء الراشدين وما ننساوش لو بوين فونت الجديده اللي موجوده في سوسه في سهلول واحد اقامه ملكه نهج ياسر عرفات في الاقامه ملكه بروميير ايتاج يعني تهز راسك شويه دونك ترى لونسيني دو بيموغ الطبيعي وتتفضلوا غاديكا تلقاوه موجوده وتلقاوه معاه بيان سور كيف كي هنا
اونيفير بيوتي لكل ما هو للناس اللي تحب تعمل الحجامه او العلاج بالابر الصينيه وبدود العلق او حتى ليبيلاسيون لازير، وعندها بوكو دو بريستاسيون انها اللي هي توفرها لكم بيان سور مع لي برودوي دو بيموك طبيعي. فما دي زاباري دي ماشين اي تيك اللي هما يعاونوا بو بوستي باش يعطيوك افي في مده اقصر واكثر للناس اللي مزروبه على نتائج فوريه نتاع برودويت بيموك الطبيعي. ان شاء الله نكون كفيت ووفيت مدام منيا باش على بيموك سوسا اللي ان شاء الله يا رب يكون بالقسم الكهنه. نبداو اليوم شنو بالقام نتاعنا؟ اليوم المولود الجديد مواليد الجدد اي برشا مواليد جدد اللي هو هذاك نتاع خاطر حاطينهم بعض بعضهم بوغ باش يصوروهم باش يهبطوا توت اون قام جديده دونك فيها فيها النيله الزرقاء اي اللي هي الجديده هذه مش بوغ اوفخيغ ثم النيله اوكسيجيني لا هذه برودكسيون برودكسيون فوالا ثم النيله الزرقاء سي اللي اون فونت معناها تتحط ثم الذهب اللوبين ذكر هو تشوفوا لهنا شوفوا اللوبين الذكر الاصلي هو هذا هذايا البروميير ماتيغ وفيه بيان سور البودغ دور وثم السبراي اللي هو زاد معمول بال فيه زاد دي فيتامين وفيها فيتامين هذاك لا بودغ دور اوسي وثم الويل اوكسيجيني نسينا ما حطيناهش دونك هذايا لا نوفيل جام ان شاء الله بروشينمون يوغا حاجه اخرى. بخلينا احنا ناخذوا اتصال هاتفي توا خلينا نشوفوا شكون معانا وشكون باش يعطينا التيمونياج نتاعو. نقولوا على السلامه. الو على السلامه. على السلامه يا لله، مرحبا بك، شكون معانا ومنين؟ عايشك معاك من ضحى من مستير. منين؟ من مستير. مرحبا بك ومرحبا بكل متابعينا في المنستير. قولي لله شنو استعملت من بيموغ الطبيعي؟ كيفاش كانت تجربتك طبعا؟ الحقيقه كانت تجربه تحفنه على الاخر. اني استعملت قام تاع لونتيتاش قعدت نستعمل فيه لمده 3 شهور عجبتني على الاخر خاطر كانوا عندي ديتاش بروين في وجهي من الشمس. الحقيقه عجبتني ياسر وحتى الكرون زاده بعد ما كملت استعملت القام قعدت نستعمل فيها ما استغنيتش عليها حسيتها ياسر اضغطونت عجبتني برشا تعطي ياسر لمعه طحفونه في الوجه. ديجا نهار اللي ما نستعملهاش نحس فما حاجه ناقصتني شي شيء حتى من صاحبتي لاحظوا الفرق معناها ديما يسالوني كيفاش قاعده تستعمل الوجه قلت لهم يعطيك بنين يعطيك عنقود لا يعطيك نظاره معناها العباد الكل تسال فيا شنو هي اللي نستعمل في وجهي واش تعمل زاد حتى سوان شوفيل شعري كنت عندي مشكله كبيره مع الشعر. الحقيقه نحب نشكر مدام منيا برشا 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 اللي قاتلنا الحل هذا للشعر على خاطر ياسر نعاني منها بصراحه الشعر التقصف والحروقات الشعر. الحقيقه استعملته زاده مده 6 شهور ومن جمعتي الاولانيين لاحظت الفرق عجبني ياسر وتولي شعري زيد ذيك الحاجه زيد فرقتني على الاخر. صحة ليك يعطيك صحة مدام ضحى على التيمونيج نتاعك لهنا. مدام ضحى حكيت على قام اونتي تاش حكيت على شوت دو جفو يعني بالحق المشاكل هذوما زوز جينيرالمون ومعاهم التجاعيد اللي المرأة اليوم تتشكى منها تساقط الشعر تجاعيد ولا تشبغل تساقط الشعر قالت لك شعري زاد طويل على خاطر يا لي فيتامين اللي زاد يعاونوا باش يطول الشعر يخليوا لي غوبوس يطلعوا وشعر يطويل كي تداوي انت الجلده نتاع الشعر اوتوماتيكمون شعرك باش تتغذى وتطويل اي ما هي كي تجي تشري معناها على اساس شريت اونتي شوت هو يوقف الشوت دو شوفو وينبت الشعر ويزيد يطول الشعر ويغذي الشعر طبعا وبي تحس الشعر تخي سوبل هذاك الامبورتون بعد مرات تحط زيت ولا ما نعرفش اي ماسك تحسها الشعرة مش هي دونك هذا يخليها غادي من هي. الكريمه اللي هذيك فيها الموف هذيك تاع شد الرقبه ويزيدوا يعاونوا بالاباري تو يتنحك الدوبل مونتو ثم زاد الكريمه حتى بالرولر راهو تنجم تعاون بالرولر بالغلوغ زاد يعاونوا حتى راهو اللي ما عندوش هذاك الكل ينجم راهو بيدي يقلب يديه الزوز ويعمل هذونا هكا يقعد شد شويه ولا ويعملوا كل فما دي فولاغ سبيسيال الاستيك هكا تشد باش والوان نخلق في روحي ما بداية هكا شويه شويه وكاو اي دونك وعندنا الكريمه والله انا صدمتني كليونت كي قالت لي شريت كل الكريمه وضعفت بها معناها استعملتها في الاماكن اللي هي تحاجتها بهم شد اللي البطن احنا شد البطن هوني الزنود ثم كل الارداف ليونش زاد برشا تلقى
عندهم هكا لك عابر اي هذوك زاد يتنحاو دونك لا سكولتي بدنها جوست بالكريمه جوست بالكريمه باه على خاطر هي ماهيش سمينه دو توتلي فاصون دونك عندها شويه زايد ثم شويه زايد بلايص اللي ما تلين فيها معناها هيك وليت سافا امورها واضحه احنا زاد باش نوليو سافا كي ناخذوا مع بعضنا التليفون هذايا نقولوا على السلامه الو على السلامه مرحبا للا شكون معنا عايشك مدام رفيعه من اريانا مرحبا يا للا مرحبا بيك قول لنا مدى يعيشك شنو استعملت من بيموك طبيعي استعملت نتاع الكريم نتاع الفاغيس الفاغيس اي فريمون مشيت معايا بالكدا بالكدا قلت له نجم ناقص برشا على فقاير نمشي نحس فقاير برشا المده اللي انت بعد ما استعملت لحث بالفرق وهما في بيموك قداش عطاوك لا دوغي اللي انت لازمك تقعد تستعمل فيها البرودوي انا قعدت بخيتك عامين نعمل فيها خاطر انا عندي برشا الفاغي واضح اما من لي دي جور الاولانيين لقيت النتيجه الله مصلي على النبي من لي دي يعطيها صحه والله يبارك لها عايش كما مش عاملين في جرت بعضهم عام وعملت استعملت نتاع الشعر تلقاك انت تستعمل تتفرهد شويه تقص تعاود تتقلق أي شويه تعاود تستعمل انا كي راهي تفرهد تنقص اما هذيك هي ولا خاطر كي تقولي دوزور كان عملت كور كامله على بعضها يعني ست شهور ولا ثمانيه شهور راهو هذي راهو ما رجعوش يعني فهمتني يعطيك صحة انا عندي برشا 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 انا أيوة انا الحمد لله يا ربي توا ربي لك الحمد توا عندي عامين الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي ميرسي بوكو يعطيك صحة مدام على التيمونياج سي امبورتون لهنا انه نفسروا للمشاهدين مدام منيا والحرفاء اللي يجوا يشوفوا اي انا ممكن نقول مثلا فاغيس قعد دوزو الدوزو ما قعدتهمش هي هي على خاطر تقص على تريتمون هكا تعمل 10 ايام وبعد ترجع باش غوبخون وانا باقي نقول لهم راهو سلوي كي معناها تعمل الغوبخون راهو باش يرجع من الصفر ومع هذا هي هيك كم هي ما شاء الله ساتيسفيت 100% دايوغ هي ولا حتى في التليفون اللي قبل نحسوا حتى من الطون نتاعهم هما يحكيوا تحس عبد فرحان وساتيسفي بالريزولتا نتاعو واحنا فيديا سامحني راهو كل حريفه ما نعطيو تيمونياج كان للي شراو من عندنا وراهو عندنا افون اي ابخي وتليفونها وشنو اللي عندها وما عندهاش معناها لازمك ديما تذكر مدام منيا انها لاكور ما تجيش تحاسبني وطالبني بنتيجه دونك انت ما تقيدتش باللي الحاجات اللي انا قلت لك فسرتهم لك باش تعملهم البروتوكول بتاع لو سوان اللي باش تعملوا راه كان تقص راه ما تجيش تحاسب ما تحاسبنيش قص تعاود الغبخون من الاول الجديد واضح باش نسالك مدام منيا على ماسك النيله الزرقاء كنت عاود تفكرنا فيه احنا حكينا عليه ديجا قبل مي فيو كو توا هو الي اون فونت وكل بعد ما هديناه وكان تعاود تفسر للمشاهدين شنو هو ولي بيان في نتاعو داكوغ هي النيله الزرقاء سي اون بلانت مش كما قبل كانوا يغسلوا الحوايج البيض ويحطوه النيله الزرقاء نو سي اون بلانت اللي هي لونها زرقاء طول مره نوريها لكم مره جايه نجيب نوريها لكم فيه لارجيل بلانش في لارجي الغوش في بوكو دو فيتامين اللي هو يغذي البشره يحل عملوا لي يحل المسامات هذوك الكل باش يفتحوا على خاطر احنا اون تخوا بو دونك يدخل يعمل من عمق يخرج هكا لي بوان نوار معناها البينيتراسيون نتاعو توصل حتى للتروازيام ابيدير فوالا دونك ما عندكش فكره فيه الكولاجين فيه زاد الاسيد يورونيك فيه البودغ البودغ دو بيغ خلطه ما نقولوش خلطه وفي هما كلهم لي فيتامين اللي هما قاعدين يعاونوا في المنتوج باش يلقى ريزولتا اكسترا اوردينير سي ما ثماش راهو لي فيتامين في لي برودوي ولي فيتامين معروفين معناها مش تشري امبول فيتامين ا ولا شنيه من الفارماسي تحطها في الدبوزه وتقول راهو فيه نو احنا سي دي بلونت اللي ناخذوه موريتهم مره اخرى ديريكتومون اللي هما كيما البيتاكاروتين كيما اكستري ناتوريل اللي ناخذوه واضح احنا خلينا ناخذ اخر اتصال هاتفي معنا اليوم ونعاود نذكروا بيان سور بالتراج نتاعنا اللي هو باش يصير غدوه على اللو الميزان اللي معنا بيمو نشوفوا تليفون نقولوا على السلامه عسلامه مدام مرحبا يا لاله عايشك يا عايشك شكون معنا؟ ساره مرحبا بك يا ساره قولي شنو استعملت يا ساره من بيمو الطبيعي؟ انا كنت عندي مدام صدفيه وكنت مقلقتني برشا صدفيه
وي فمشيت لمدام دونك فتحوا لي صالات حتى دخلت ماما معناتها ما عندك في الحقيقه ما عندها تحليل جمله واحده. واضح. وعندي قاتيت ما عندي عام ونص سنتين مشيت تحت مدام واستعملت معاها بيان سور عطاتني كومبليمون اليمونتيغ اللي عاوني برشا تحسنت المناعه نتاعي اللي هي جانسينغ وعطاتني معاها دونك جانسينغ والكريم دونك نظفت بيان سور من الداخل بالعشبه عشبه جانسينغ اللي هو كومبليمون اليمونتيغ وبيان سور لقيت لي سوان اللي هما تابعين لاقام نتاع الصدفيه. بعد قداش بديت ترى في التحسن؟ مادام ديجا انا افاختير معناتها من دو موا الحقيقه معناتها ارتحت ماش عندي ديبيدمونتاسيون ماش عندي بايس اخرين ماش عندي انتشار للصدفيه يعني نجم نقولوا بعد شهرين تخلصت منها. اي انا مادام قعدت نستعمل في التريتمون تاعي لمده 8 شهور كيما عطاوني في كيما قالوا لك يعطيك الصحه كيما قالوا لي ان شاء الله فيه شفاء يا عيني ان شاء الله فيه شفاء ولطف عليك وصحه ليك واصل كمل 8 شهور سيرتو ما حليك تسمع مادام هوني تيمونياج نتاع عبد تخلص من كابوس كان يعيشه اللي هي الصدفيه اللي هي حاجه تقلق برشا حتى لي زاسيستونت كيف يجيو يعطيو التريتمون يقولوا لها راهو شنو يلزم وما يلزمش وقداش وقت وحتى كانت حالك تجي دونك خاطرك بعض مرات المناعه بالكومبليمون والكل معناها مش الناس الكل راهو في شهرين يتحسنوا كل واحد عباد راهو عنده 8 شهور مازالوا ما تحسنوش اللي احنا عاطينهم حتى في العام ونص ينجم يكون معناها كي تبدا ايغو والبدن الكل وتبدا تاكل وتبدا حمراء وتبدا بالقشور وبعد مرات تبدا صدفيه وبرص مع بعض معناها شويه بوكو دو صبر مش شويه لا لازم برشا صبر ما تقعدش تعس عليها زاد هاي طلعت هاي تنحات هاي احنا عندنا ديما نخزن الله غالب الله غالب الله لا يوريها الحد العبد يتعدى بها التجربه هذيا ليكزيما من اصعب الامراض اصعب الحاجات ليكزيما راهي ليكزيما هي الصفرة الصدفيه سي لا بسورياسيس ماهمش كيف مدام هوني خلينا نذكروا باللقام اللي غدوه ان شاء الله باش نعملوا عليها لو غران تيراج لو غران لو اليوم من عند بيموغوتا بيشي انا راه في خيرات الله راه في ست برودويت نقص الويل الاوكسجيني اللي هما ثمانيه برودويت من عند بيموغ او من لوطا سيد المخرج كان ياخذهم لنا بعديك شويه بالكبير عندنا بلاش نيله زرقاء صافي بلاش نيله زرقاء فيه اكران سولير فيه هكا واللي فادية ما تحقنني انت هي ما سمعتنيش فيه ليكرون توتال فيه الكريم اسكارغو اللي هي ضد التجاعيد فيه اللي زاد كيف اللي ليفت اللي يخرج هذن ويعمل ليفتينغ للوجه عندنا ذهب اللبان عندنا السبراي وعندنا حاجة أخرى مدام منيا شنو هي هذيك ظالي نتاع الشعر ولا لا مش تابع هذيك لا كامومي اليد لا كامومي الغفريش لا كو وبي تفتح زاد وتفتح حتى البيضه ومعاهم الويل اوكسجيني بيو اللي هو لو برودوي زاد كيف الجديد نتاع بيموغ الطبيعي لو هذا الكل انتم تنجموا تربحوه كي تعملوا كومنتير على باج التاسعه في الببليكاسيون تلقاو فيها بيموغ الطبيعي تدخلوا الباج التاسعه تحطوا كومنتير فيه لادريس نتاع السوسه اللي هو طبعا سوسه نهج ياسر عرفات سهلوا الواحد اقامه ملكه بروميير ايتاج وتدخلوا معنا ان شاء الله غدوه في التراج ميرسي بوكو ليك مدام منيا غزاي ميرسي للناس الكل اللي ان شاء الله عيدي وسنين دائما ان شاء الله انتم زاده والمشاهدين والمشاهدات توتي دونك بروفيتي باش تقعد البروموسيون حتى بعد العيد يوغا ان كادو سيربري مانيش باش نقول عليه خليك اللي يجي يشري راهو عنده كادو عنده كادو ميرسي ليك مدام منيا غزال احنا خلينا نمشيو نختموا بحذا الشيف فتحي ميرسي بوكو انا هنا كما تشوفوا طاولتي حضرت اليوم عملت ريزوتو لكن ماهوش بالروز بالشوربه الشوربه نتاعي ورده وريتكم طريقه عملنا ريزوتو عملت له برودو خفيف معناها بويون تاع خضره ودجاج عملته بالازال غون مليحه هما اللي حطيتهم غلاو ونحيت جي اكومي الماء الفوقاني باش يقعد الماء نتاعهم صافي وتغزروا له معناها كيفاش وقت اللي يطيب بماء نظيف وصافي يقعد الكعب مفرز حطيت فيه خضرة حطيت فيه شوية سفنارية شوية قرع انتم تحطوا اللي تحبوا في الحاجات هذوما حطيت له بوكي غارني باش يعطي نكهة بنينة معه هو عملت شاورما اسكالوب مليحة عملت بالاسكالوب دو بولي مليحة تنجموا تعملوا دان دو بولي تنجموا تعملوا ستيك راهو كلهم يجيو في الشاورما وحاجة بنينة برشا وريتكم قلت لكم على طريقة نتاع الفاح نتاعو يلزمهم ياغورت ناتور هذيك الباز نتاع الشاورما باش تجي تكبش فيه لفاح فيه قرفه فيه هريسه سيكام فيه طماطم معجونه سيكام شويه
يحطوا له الجانجامبر السكنجبير شايح ويحطوا له شويه ثوم بالطبيعه. ماذا بكم مارينات تحضروها قبل بنهار الشاورما تبيتوها في الفريجيدار ومن غدوه شويتها على البلانشا غوسالوبس. مع هذايا بالطبيعه حضرت الفوكاتشيا. الفوكاتشيا هذه خبز طليان فيها برشا انواع وبرشا روسيتات. اليوم اخترت نعمل اللي بالسبناخ وجبن والتن. السبناخ الفوكاتشا متاعي فرينتها ورده العاديه فيها خميره سمخت شيف عشانتها قدامكم وريتكم الطريقه بتاع عجنانها. ومن بعد السبناخ ذبلته جوست في قلايه شايح مع شويه بصل فرسيتها بالسبناخ. حطيت لها من بعد جبن تشوفوا فيه كيفاش واضح التن شويه زيتون هذاك يقعد لكم ليكم الاختيار. تنجموا تحطوا فيها هريسه اذا كانكم انتم هويت الهريسه والهريسه نعرفوها سكان بنينه. وحط التن نتاعي تن البدر بالزيت النباتي. استعملت فروماج مرياح 3 فروماج اي موتزاريلا هما الاثنين استعملتهم في وسط الفوكاتشا بتاعي. تنجموا تعاودوا تسخنوها وقت حاجتكم بها بالسخونه ما يصير لها حتى شيء. طيبتها في كوشه سخنتها 200 درجه بالطبيعه كوشتي انا سيغ مشكور على زيستونسيل وعلى الكوشه اللي موفرها لنا. مع هذا عملت الديسير اليوم بالطبيعه سمارت شيف على خاطر البريباراسيون تاع الكيك نتاعو متميزه تجي برشا حاجات مش كيك بركا. اليوم عملت منها لي غوفر خلطت كيما قالوا لي هما جست بدلت حاجه برك كوني عوضت الزبده بالزيت. تنجموا تحطوا زبده اذا كان تحبوا زبده واذا كان سينو تنجموا تعوضوها بالزيت كيفي انا. وطيبتها في الكوفريير وسالوبس وريتكم الطريقه اللي طيبتها بها وانتم تتحصلوا على كوفر شوش مولو كاين معناها فاسون جاتو لكن هو كوفر. حطيت معاه اكومبانيومون معجون فريز سيكام. هذه هي دبارتي لكم اليوم. نستنى الا ضيوفنا يجيو يهزوا شقه من الفطر. نقول لكم الى اللقاء في دبره جديده. بالك شغل وعيد الله اعلم كان عيد عيدكم مبروك كان مازلنا رمضان نكملوا مع بعضنا بالسلامه. ميرسي بوكو يا شيف تحيه يعطيك الصحه. احنا نمشيو نعملوا كالعاده لو ريميرسيمون تاعنا ليسير اكسبريس. دونك يسير نتمنى لكم عيد مبروك وباش تكون حاضره معاكم تيله عيد الفطر باش تسهل تنقلاتكم وزياراتكم وتقرب البعاد عليكم برخصه الاسوام. وبكليك واحد التاكسي يجيك وين ما انت وتنجم تريزيرفي تاكسي قبل بساعتين او اكثر. دونك تلزموا تريزيرفي وتنقلاتكم تعرف روحك فيغ كالور خارج. دونك تريزيرفي من وقتها التاكسي نتاعك. ميرسي بوكو ياسير اكسبريس. فيدي عندك ميرسي فوالا ان شاء الله عيدكم مبروك. ميرسي بور لانفيتاسيون. لما ديما حلوه منورين فوالا. دونك ان شاء الله توانسه يعديوا عيد حلو وان شاء الله القادم افضل افضل ان شاء الله. يعطيك الصحه ليك انت انا نحب نشكر ضيوفنا اللي منورينا كل. دونك رستم خالد والنيوتريسيونيست نتاعي انا عاد نهير. ونحب نعمل غوميرسيمون نتاعي كي العاده دونك نوتر بارتنير اللي هو فلور دو ليس. دونك فلور دو ليس تلقاوها في المنزهويت تلقاوها في اللاك دو اي بروشينمون ان شاء الله تلقاوها في المرسى. دونك ادخلوا على الباج فيسبوك انستغرام فلور دو ديس باش تتعرفوا على خدمتهم. نحب نعمل غوميرسيمون للاتولي فيديا دها كوتور. دونك على جبه المزينه هذه اللي هي جبه قيام هو تيسو معناها تري نوبل وتراديسيونيل على الاخر. ونقول الله يرحمها ميما بيا جدتي على الكادو اللي هديته لي هذايا. فوالا يعطيك الصحة فيديا. أنا كالعادة نحب نعمل غوميرسيمون المرقوم التونسي المرقوم اللي مزين لنا الديكوراسيون تاع بلوتو الماتينال والويكاند تيلة زوز مواسم. دونك المرقوم تلقاوه موجود في أرينا وين القنطرة أو الغون بوان نتاع سكرة تلقاوه غادي تلقاوه